تطلبي من عندي من هون حتى لو كانت مرتي قولي لها مالي موجود. يلا اخر الصوت. الو اهلين مدام هناء، لسه ما اجا ولا اتصل؟ لا ما اتصل. بتعرفي مدام انا كتير 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 قلقانة عليه وخايفة يحكوا معي من الوزارة وما يلاقوا. تقبريني طولي بالك، ما صار شيء، اكيد هلا خمس دقايق وبيكون عندك بالمكتب، اكيد انشغله بشي شغله لا يغلق قلبك حبيبتي انت. على كل يا مدام، يا ريت اذا حكاكي يعني تتصلي فيني وتطمنيني. اهلين مدام، مع السلامه. يا اهلين. انت ممثله عظيمه يا امل. عجبتك استاذ؟ روحي جيبي قهوه. رجلي ما عم يحملون دخيلكم. قلبي قلبي يا امي قلبي. يا ترى شو بقصة المدير من هالحركة؟ وليش ما بده يحكي مع مرته؟ وليش خلاني إلا انه ماله هون؟ اكيد في سر بالموضوع، بس شو هو هالسر؟ شو هو؟ أكيد المدير متقاتل مع مرته وزعلان. يا رب، ما بده يحكي معه، عم تتصل لتراضي وهو ما بده، ما في غير هالتفسير. يا لطيف شو طبعه صعب بس بيطلع له. المهم إني بستو يقبرني. أكيد هلا بتكون أفكار عم تاخدها وتجيبها، عم تقول لحالة ليش عم بتصل هو ما عم يرد. معناتها أكيد هو مو بالمكتب، أكيد هي بدها تحكي لحالة. لك افتلي افتلي افتلي. فتلت. هلا من وصلتي على البيت راح تبدأ علي بقى زخ أسئلة. ممكن نعمين ممكن نعمين ممكن نعمين ممكن نعمين. وهذا اللي بدي إياه. حرام هي مو هيك بتحكي، بس أنا هيك بلده. يعني وين بده يكون لهلا؟ وين يعني؟ اكيد لا في على شيء وحده حلوه كثير وسرقن الوقت. يعني هلا اذا جوزك بيلفي على نسوان ضروري تكون كل اصابعك مثل بعضها؟ بعرف شو عندي. شو زعلتي مني؟ كم امزح معي؟ معقوله تعلميني على الاستاذ جميل؟ بس شو بدك؟ الاستاذ جميل ما اشبه شيء، هداك اليوم طلع كام كلمه حلوه معه لزهره. هلا معقوله تكون امه صار لها شيء وراح لعندها؟ اتصلي فيها تاكدي. اي احسن شيء. الو مرحبا مرت عمي، كيفي؟ كيف صحتي؟ الحمد لله، يعني ما عم يجعك شيء، طمنتيني الحمد لله. لا ما في شيء، بس شفتك بمنامي يعني منام كان مزعج فحبيت اطمن عليك. مو صاير لك شيء؟ اكيد يعني إيه الحمد لله. قولي لي مرت عمي، جميل عندي؟ امتى را؟ عن جد؟ لا بس اتصلت فيه على المديرية ما لقيته، حبيت شوف اذا كان عندي، حابة احكي معه كنت شوي. أنو قميص؟ راح يضبه بالبيت؟ يسلم دياتك مرت عمي. ايه ماشي تقبريني. شكرا كتير مرت عمي. يلا بخاطري. ما لقيتي عندها؟ كان عندها وهدته قميص، فيمكن يكون راعي البيت ليحطه هنيك.